قليل العزاء كثير الندم. شاب امريكي من اصل اسباني يدخل على اخواننا في المركز الاسلامي في منطقة بروكلين ويقول لهم في ترجمة حرفية تقريبا: اريد ان اكون محمدية. قليل العزاء كثير الندم. قالوا: من انت وما قصتك وما حكايتك؟ قال: دلوني ولا تسألوني. اغتسل، يعني استحم فاغتسل، انطق الشهادتين، قال: لا اله الا الله محمد رسول الله. علموه الصلاة فصلى، فبدأ صلاة الصبح والظهر، صلى اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث، لفت بخشوعه وبطول سجوده وبكائه نظر اخواننا جميعا. الرجل يسجد لا يريد ان يرفع رأسه، يسجد ويبكي بكاء طويلا، يسجد ويبكي بكاء طويلا، يسمع القرآن ويبكي بكاء. في اليوم الثالث بعد صلاة المغرب جلس إلى جواره أحد إخواننا وقال: يا أخي والله أنا صرت أحقر نفسي إلى جوارك، يا أخي ما نظرت إليك إلا ووجدتك باكيا، إذا سجدت لا تريد أن ترفع رأسك من السجود، من أنت؟ ما قصتك؟ ما حكايتك؟ فأخبره بأنه كان نصرانيا وكان يبحث عن الحق ويقرأ عن الإسلام ويقرأ في الأديان ويسأل الله عز وجل أن يدله على الحق. رجل باحث عن الحق، رجل باحث عن الحق. في الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها نمت وأنا أبكي وأنا أضرع إلى الله عز وجل أن يدلني على الحق وعلى الحقيقة. قال: فرأيت في الرؤيا نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يشير إلي بسبابته اليمنى ويقول لي: كن محمدية. فخرجت من بيتي ودخلت عليكم. يقسم الإخوة بالله، أذن المؤذن لصلاة العشاء، الله أكبر الله أكبر، ودخل معهم صلاة العشاء، وفي الركعة الأولى سجد ولم يرفع رأسه. ظن الإخوة أنه نام. فلما انتهت الصلاة نادى عليه الإمام ونادى عليه الأخ إلى جواره فلم يجب، فقام إليه أحد الإخوة وحركه فوقع على الأرض، فلما نظروا إليه وجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا وهو ساجد. يا لها من خواتيم، يا لها من خواتيم. قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة.